الزواج الى قلت لك كنا مخطين له غادي نكذب عليك، ولكن كنا مآمنين بهذا الفريق هذا، رغم اننا هذه مرحله استعداديه لبطوله افريقيا، واول مقابله قمنا بها هي المقابله مع الفريق الكويتي في الدور الاول. فعند هذا الفريق عنده 15 يوم ديال التدريب وعنده سنه ما قمت بمقابله، ولكن العطاء اللي عطاو فكنحييهم وكنهنئهم من قلبي، كنهنئ جميع الاطر لا الطبيه ولا الاداريه ولا التقنيه اللي سرت هذا الفريق، وشكرا. واش غادي نقول لك، انا حنا كنحسوا بالفرحه، واحد الفرحه اللي كبيره بزاف، حيت بحال قلت رجعنا من الموت، كنا غنخرجوا من البطوله، ولكن الحمد لله بفضل الرجوله ديال الدراري اللي تقاتلوا معنا في هذا الماتش هذا، وكانت اول مره غنشوف هذه النفس هذه في الدراري اللي كانت اليوم، والحمد لله وفق ربي وجبنا هذه النتيجه هذه، وديما مغرب. التتويج زعما صراحه كان في زعما راه كلشي فرحانين على اول مره في تاريخ المغرب في كره اليد. زعما كنبغي نشكر كاع اللعابه اللي كانوا رجال واحد واحد، حتى من اول دقيقه رشوا لعبنا اشوط اضافي بينالتي حتى لاخر نفس في المباراه، كنبغي نشكرهم زعما والمدربين، وكنشكر الطاقم التدريبي وكنشكر الجماهير كاملين اللي كانوا معنا اليوم مساندونا، والمغرب كامل من طنجه للكويره، وديما غريب ديما كوكا ديما كوكا.